في ان انا عايز اجيب اليانج مودلز. ايه يانج مودلز دي؟ دي هتاخدها بالتفصيل في المحاضرات. انا هنا في العملي اوريك ازاي تجيب اليانج مودلز بتاع السلك ده، لو معامل المرونه بتاع السلك ده، مدى مرونه السلك ده. عشان تجيب اليانج مودلز لو معامل المرونه، كل انت بتعمله في تجربه اربع خطوات. اول خطوه السلك دوت بيتعلق فيه كتل ماس، بيتعلق فيه كتل. فلما بعلق في السلك ده كتل، السلك ده بيحصل له اكستنشن، بيحصل له استطاله. فكل مره هتشوف الكتل اللي بتحطها كام والاكستنشن كام، الكتله كام والاكستنشن كام. دي اول خطوه. احنا بنعمل اربع خطوات. اول خطوه هعمل جدول، الجدول ما بين الماس اللي بحطها والاكستنشن اللي بتحصل في السلك. الخطوه الثانيه هروح في ورقه الرسم ارسم علاقه بين الام والاستطاله. الام بتبقى على الفيرتيكال، والاستطاله الاكستنشن بتبقى على الهوريزونتال. وتكبر السكيل بتاعك، تكبر مقياس الرسم، فبتطلع علاقه خط ايه؟ مستقيم. الخطوه الثالثه بتجيب السلوب من على الرسم، بتجيب الميل من على الرسم. الخطوه الرابعه بتعوض في المعادله ديت اللي بتقول لك ان اليانج مودلس بيساوي السلوب اللي انا جبته من على الرسم في جي في ال على باي ار سكوير. السلوب انا جبته خلاص من الرسم، الجي اللي هي جرافيتي اللي 9.8، ال والار، ال ده طول السلك والار ده نصف قطر السلك اللي هو ريديوس. فال والار بيبقى مكتوبين على الحيطه، بتلاقي ال مكتوب والار مكتوب، بس ما تنساش الار بالمليمتر، فلازم احول من مليمتر لمتر تايمز 10 بالبربرا نكتف كام؟ 3. طيب يبقى احنا عشان نعمل التجربه دي احنا قلنا بنعمل كام خطوه؟ اربع خطوات. اول خطوه بنعمل جدول، الخطوه الثانيه بنرسم علاقه بين الام والاكستنشن اللي هي دلتا ال، الخطوه الثالثه بتجيب السلوب، الخطوه الرابعه بعوض المعادله دي. التجربه كلها صعوبتها في الجدول ده. لو انت عرفت تملك الجدول ده خلاص التجربه خلصت، خلاص هتعرف ترسم وهتعرف تجيب السلوب وتعوض المعادله. طب سؤال، ازاي بملك الجدول ده؟ بص، اول حاجه انا عندي سلكين. ليه عندي سلكين؟ سلك بتعلق عليه كتل والتاني ما بعلقش عليه كتل، والمفروض الاتنين يبقوا نفس الطول ده المفروض يعني. فلما بعلق على ده كتل، ده بيحصل له ايه؟ اكستنشن، بيحصل له استطاله، وده ما بيحصلوش. فبتقارن الطولين ببعض من خلال المقارنه، بتقدر تعرف الاستطاله اللي حصلت في السلك ده قد ايه. طب مبدئيا انا هنا مش مركب كتل، انا مش مركب كتل. المفروض لما تكون الماس اللي انت حاططها بزيرو، الاكستنشن الاستطاله بتبقى بكام؟ بزيرو، صح؟ فدي بتبقى عرفت ان لما الام تكون الام بزيرو بتبقى الاكستنشن بكام؟ بزيرو. لما الام بزيرو الدلتا ال بزيرو، الدلتا ال الاكستنشن. طب سؤال، ازاي بجيب الاكستنشن؟ تعال نشوف ازاي بجيب الاكستنشن. اول خطوه انا مش حاطط حاجه. فالمفروض طالما انت مش مركب كتل هنا، فطالما الماس بزيرو الاكستنشن بزيرو. تعال نشوف ازاي بجيب الاستطاله في السلك ده. كل انت بتعمله في تجربه بتلف البكره دي، تلفها. ولما بتلف البكره دي، البكره ديت هنا في عمود، العمود ده بيحرك في ده. ده عباره عن ميزان ميه، هنا في فقاعه ميه. في فقاعه ميه هنا. كل انت بتعمله بتلف البكره، بلف البكره لغايه ما فقاعه الميه دي تيجي في النص ما بين الشرطتين. تعال نشوف اذا احنا هنعمل الكلام ده. انا هلف كده. انا عمال الف اهو، عمال الف البكره، عمال الف البكره. لغايه ما الفقاعه تيجي فين؟ في النص. اهو عمال الف. لغايه ما الفقاعه تيجي في النص. اشيل ايدي. شلت ايدي. خلاص فقاعه الميه جت فين؟ في النص. واضحه الفقاعه في النص؟ هثبتها كده عشان تشوفها بس. اللي هي ما بين الشرطتين. اول ما فقاعه الميه جت في النص تبدا خد القرايه بتاعتك. القرايه اللي انت بتاخدها دي هي دي الاستطاله. طب استنى بقى. ازاي باخد القرايه؟ ازاي باخد القرايه؟ لو بصينا هنا بتركيز، تركيز اكتر، نركز اكتر. تمام. بص، هلاقي في الجنب هنا في شرط، وعلى البقره في تدريج. الشرط اللي في الجنب ديت في شرطه في النص مكتوب عليها زيرو، وفي 10 شرط فوق و10 شرط ايه؟ تحت. كل شرطه من دول ب 1 مليمتر. كل شرطه من دول بكام؟ 1 مليمتر. طيب اللي على البقره تدريج من 0 ل 100، اللي على البقره تدريج من 0 ل 100، اللي على البقره تدريج من 0 ل 100. الرقم اللي على البقره باخده اقسمه على 100 عشان يبقى بالمليمتر. الرقم اللي على البقره بقسمه على 100 عشان يبقى بالمليمتر. طب لو سمحت، يبقى احنا اتفقنا في الجنب هنا في شرطه في النص مكتوب عليها كام؟ 0، وفي 10 شرط ايه؟ فوق، و10 شرط ايه؟ تحت. كل شرطه اتفقنا كل شرطه بكام؟ 1 ملم. يبقى انا عندي 10 شرط فوق و10 شرط تحت. كل شرطه من دول ب 1 ملم.
والبقره عليها تدريج، البقره عليها تدريج من 0 ل 100، باخد الرقم اللي على البقره اقسمه على 100 عشان بالمليمتر. طب سؤال، باخد اني شرطه من دول واني رقم من هنا. البقره دي ساعات بتبقى مايله كده، ساعات بتبقى ساعات طالبه عاملاها كده. لو البقره دي مايله كده، لو البقره دي مايله كده ما ينفعش، لازم تكون مع 100 مظبوطه، تكون مظبوطه ما تبقاش مايله. ازاي باخد قرايه؟ بشوف سطح الفؤاني بتاع البقره خابط فين في الجنب، السطح الفؤاني ده خابط فين في الجنب. فبص بتركيز كده، السطح الفؤاني خابط فين في الجنب. وممكن لما تيجي تبص تبص من الجنب ده من الناحيه دي، يعني ممكن تبص من الناحيه دي لو يعني انت ممكن تبص من الجنب ده هنا. فشوف السطح الفؤاني البقره خابط فين في الجنب. نركز كده شويه، سطح الفؤاني البقره خابط ما بين الشرطه الثالثه والرابعه، خابط ما بين الشرطه الثالثه وشرطه، ولا الشرطه الثانيه والثالثه، خابط ما بين الشرطه الثانيه والشرطه الثالثه. خابط ما بين الشرطه الثانيه والشرطه الثالثه. فلو لما يكون سطح الفؤاد البكر خابط ما بين الشرطه الثانيه والثالثه، باخد الرقم الايه الاصغر اللي هو كام؟ 2. فتبقى القرايه بتاعتك 2 ملم، القرايه بتاعتك 2 ملم زائد زائد. بجيب شويه، شويه بجيب منين؟ بجيبه من على البكر، منها شباب جابوا من على البقرة. طب سؤال، باخد أي رقم من على البقرة؟ أي رقم باخده من على البقرة؟ أي رقم باخده من على البقرة؟ بص، آخر شرطة ظاهرة، آخر شرطة ظاهرة هنا هي دي اللي باخدها. هنا صفر، هنا 10، هنا 11، هنا 15، 16، 17. يبقى آخر شرطة ظاهرة 17. 17 دي بقسمها على 100. لما بقسمها على 100 تبقى 17 من 100. 17 من إيه؟ من 100. يبقى القراية بتاعتك 2 ملم زي 17 من 100 ملم. طب تاني بسرعه كده، تعالى اشرح لك على المثال ده اهو كده، مثال هنا اوضح عشان هي ايه ما كانتش واضحه هناك بسرعه. احنا اتفقنا في الجنب هنا شرطه مكتوب عليها صفر، وفي 10 شرط فوق و10 شرط ايه؟ تحت. بشوف السطح الفني بتاع البكره خبط فين في الجنب؟ في المثال ده دي الشرطه الاولى الثانيه الثالثه، يبقى خبط ما بين الشرطه كام والشرطه كام؟ خبط ما بين الشرطه الثانيه والشرطه الثالثه. يبقى بتاخد الرقم الاصغر، كام الرقم الاصغر؟ اللي هو 2. يبقى القرايه بتاعتك 2 ملم زائد. بتشوف اخر رقم على البكره ظاهر هنا كام؟ دي 70، 71، 72، 73، 75، دي كام دي؟ 76، بس بقسمها على 100، يبقى زائد 76 من 100 ملم. طب القرايه بتاعتك 2 و76 من 100 ملم. القرايه فيها مشكله؟ اخر مره، ازاي باخد القرايه؟ بشوف السطح الفوقاني للبكره خابط فين في الجنب. فلو خابط ما بين الشرطه الثانيه والثالثه بتاخد الاصغر اللي هي الثانيه اللي هي 2 ملم، زائد اخر رقم ظاهر على البكره هنا، اخر رقم ظاهر اللي هو 76 من 100، يبقى زائد 76 على 100. اجمعهم انا كده جبت الايه؟ الاستطاله. صعبه القرايه؟ طب ركز بقى معايا، هي الكتله اللي انا حطيتها، الكتله اللي انا حطيتها بكام؟ الكتله اللي حطيتها الماس اللي حطيتها بكام؟ بزيرو، مفيش كتله. المفروض لما تكون الام بزيرو مفيش كتله، الاكستنشن بكام؟ بزيرو. بس انا لما قريت ما قريتش زيرو، فكنت جاي اعمل كده في الجدول. الام بزيرو، القرايه بتاعت القرايه بتاعتك المايكروميتر ريدنج، القرايه بتاعتك اللي هتكتب الرقم اللي انت اخدته اللي هو 2 مثلا 17 من 100. بس انت عارف لما تكون الكتله بزيرو الاستطاله المفروض بكام؟ الاكستنشن بكام؟ بزيرو. طب ايه الرقم ده؟ الرقم ده عباره عن ايرور، ده خطا. بعمل ايه في الايرور ده؟ اطرحه من القرايات اللي بعد كده، اطرحه من القرايات اللي بعد كده. يعني انا رحت اوزن حاجه، رحت في ميزان اوزن، انا مش حاطط حاجه في الميزان وهو قال 2 كيلو جرام، يبقى انت حاطط 2 كيلو جرام، اكيد ده غلط، ده هو خطا في الجهاز. طب لما احط حاجه وهي 3 كيلو جرام، يبقى انت حطيت قد ايه؟ حطيت كيلو. عرفت منين الكيلو دي؟ طرحت الثلاثه من الاثنين. خلاصه الكلام، لما انت مش حاطط كتله فالماس اللي حطيتها بكام؟ بزيرو. المفروض الاستطاله بكام؟ بزيرو. طب انا قريت رقم، الرقم اللي انا قريته بيتكتب هنا، والرقم ده عباره عن ايرور خطا يتطرح من الريات اللي بعد كده. يعني ايه؟ يعني هتحط كتله واحده من دي كيلو، كل واحده دي من كيلو، احط كيلو. فلما احط كيلو ايه اللي حصل؟ السلك اتشد. فلما السلك اتشد ده حصل له اكستنشن طول، فميزان الميه اتغير. كل اللي تتعمله في تجربه، كل اللي تتعمله في تجربه هتلف في البكره دي لغايه ما ايه اللي يحصل؟ لغايه ما ايه اللي يحصل؟ لغايه ما تيجي فين؟ في النص، زي ما شرحناها. لغايه الفقاعات ما تيجي في النص، اول الفقاعات ما تيجي في النص اخد القرايه زي ما شرحناها. بعد ما خدت القرايه تقوم جاي كاتب في الجدول كده عند ام ب 1 كيلو جرام، تاخد القرايه انت قريتها. اعمل ايه في القرايه ديت؟ اطرح منها الرقم الاولاني ده اللي هو عند ام بصفر، اخد الرقم ده ماينس ده احط الناتج هنا،
يبقى لما تكون الام بسي بواحد كيلو جرام انا جبت الرقم ده. ازاي جبت الرقم ده؟ طرحت اخدت الرقم ده عملته ماينس الرقم الاولاني ده. طب تاني عشان مش فاهم احط كمان كيلو. لما احط كمان كيلو ايه اللي حصل؟ السلك السلك اتشد ايه اكتر. فلما السلك اتشد اكتر حصل له ايه؟ اكستنشن. ففقاعه الميه اتغيرت السلك مال. كل اللي انت هتعمله في تجربه هلف في الايه؟ في البكره لغايه ما فقاعه الميه تيجي فين؟ في النص. اول فقاعه الميه تيجي في النص اخد القرايه بتاعتي زي ما انا شرحتها لك. بعد كده جاي في الجدول اكتب عند ام ب2 احط القرايه بتاعتي اللي انا قريتها. اعمل ايه في القرايه ديت؟ ماينس الرقم الاولاني ده. باخد الرقم ده ماينس اول واحد اللي هو عند ام بزيرو وقام جاي ده ماينس ده احط الناتج هنا وهكذا. احط كمان كيلو دي اخر مره بقى كمان كيلو. فبقت كتله كام؟ 3. سلك اتشد اكتر الميزان اتغير. كل اللي انت هتعمله في تجربه الف في البكره لغايه ما الفقاعه تيجي فين؟ في النص. اخد القرايه احط القرايه هنا اكتب عند ام ب 3 احط القرايه بتاعتي واعمل ايه في القرايه ديت؟ ماينس الرقم اللي في الاولاني خالص والناتج احطه هنا وهكذا. املى الجدول. بعد ما مليت الجدول تروح في ورقه الرسم ارسم علاقه بين ام ما تنساش تكتب كيلو جرام والدلتا ال وهتبقى غالبا بالمليمتر فممكن تكتب متر بس تايم 10 اوفر بار نكتب 3 عشان هي دي اساسا بالمليمتر. فعشان احول من مليمتر لمتر بضرب في كام؟ في 10 ب 3 وتكبر السكيل هتطلع خط مستقيم تجيب السلوب بتاعك. وانت بتجيب السلوب ما تنساش الرقم اللي بتاخده هنا ما تنساش تضربه في كام؟ في 10 ب 3. بعد ما جبت السلوب اعوض المعادله دي ان الواي اللي هو عايزها بيساوي السلوب في الجي في ال على باي ار سكوير. السلوب عندي جبته من الرسم وجي 9.8 9.8 والال والار مكتوبين على الحيطه اللي هو طول السلك ونصف القطر. جبت الواي التجربه بتاعتي خلصت. يبقى التجربه بتاعتك كل اللي انت بتعمله في تجربه بلف في بكره واخد القرايه. لو عرفت تاخد القرايه التجربه خلصت. هفكرك ازاي باخد القرايه؟ بشوف السطح الفاني البكره خابط فين في الجنب. فلو خابط ما بين الشرطه الثالثه والرابعه فبتاخد الرقم الايه؟ الاصغر اللي هو كام؟ 3 ملم. وبعد كده هو باخد الباقي من هنا اخد اخر رقم ظاهر وما انساش اقسمه على 100. وعشان ترتاح وتتاكد ان القرايات بتاعتك مظبوطه المفروض لما ام بصفر الدلتا ال بصفر. طب لما تكون الام بواحد الدلتا ال برقم. هنفترض مثلا الرقم ده مثلا قول اي رقم مثلا وليكن مثلا 0.7 مثلا مليمتر. لما تكون ام باتنين ايه اللي حصل للماس؟ اتضاعفت. فلما الماس تتضاعف الاكستنشن كمان مالها؟ تتضاعف. يعني المفروض الرقم ده يبقى كام؟ ها 1.4 مش هيطلع بالظبط بس انا بديك الرقم اللي انت تكون قريب منه يبقى المفروض تطلع قريبه من الرقم ده. طب لما الام تبقى ب 3 يبقى انت خدت الرقم ده ضربته في كام؟ في 3. فالمفروض الرقم ده يتضرب في 3. لما يتضرب في 3 يدي كام؟ 2.1. بس ده مش معناه ان الدلتا ال تطلع ب 2.1. الرقم ده هيطلع قريب من 2.1. انا بقول لك الكلام ده عشان انت وانت شغال تبقى عارف الارقام بتاعتك قريبه من الصح ولا بعيده خالص عن الصح. بعد ما مليت الجدول ترسم وتطلع الميل عوض المعادله التجربه بتاعتك خلصت. فيها مشكله؟